السلام عليكم. حلقة جديدة من فقرة دورة مع عادلة. كل يوم نحاول نطرح موضوع على الشارع الجزائري ونجيب لكم آراء الجزائريين. موضوعنا اليوم هو الشرط عند العائلة الجزائرية. كي تروح تتزوج ولا كي تروح تخطب، شحال يشرطوا عليك وعلاش يشرطوا بزاف؟ يلا تبعوا معنا. شرطة مهر غالي. شحال أبيبر الشرطة؟ والله جو سيبا أوكين إيدي 20-30 50 مليون شرط. شرط وانت قبلت 50 مليون وكبش وشنو تاني وبارير؟ قبلت يا أخو بيانسر. قبلت صح. عندكم انتوما يشرطوا على يشرطوا في المرأة ولا ما يشرط؟ ايه يشرطوا. شحال يشرطوا أبيبر؟ 30-40 نشرطوا في المرأة بيانسر. نشرطوا باينة تكون بتفاميليا تكون عاقلة تكون نشرطوا بيانسر. أبيبر شحال تشرطوا انتم؟ نشرطوش بزاف نورمال ليسونسيال تكون بتفاميليا ومتحلال وتهنى مع هذا. وش كان صاحب واحد صاحبي صاحبي يا سنتوري؟ لا المسكين هكا جمال شربة. جمال جمال شربة. شحال شرطوا جمال مسكين؟ 100 ويبيعوا هاد. نشرطوا لازم باطل عمره نزوج فقط الغفلة باطل. وي شرطوا شرطوا بزاف يعني ارجي هما اللي شرطوا. هو لا هذاك هو فايدة هي اللي عندها كلش تزوج بها شي خير. يكذب عليك كي تكون تحب واحد والله غير تديه ما كاش منه الشرط هذا كاع. هادي نعطيها لك بات اكسبيريونس. شرطه 50 50 وفوق. عندكم وين انتم منينكم؟ إليزي. صح انت شرطه عليك ولا ما شرط؟ انا شرطه عليا بصح انا ليت. شحال شرطه؟ ما نقدرش نقول لك صراحه. صراحه والله ما نقدر نقول لك. بيناتنا في 10 20 لسه 20. انت رحت تزوج ولا رحت خطبت ولا شحال شرطوا؟ شحال شرطوا لي؟ 15 مليون من 30 30 مليون 30 مليون وي. عندكم انتوما اسكو يشرطوا بزاف ولا يشرطوا؟ هي على حسابه هو باينه هذه على حسابه. وي تما شربه صح. هذاك طلبوا له هذاك ماشي 100 حصون. لا طلبوا له قلت له لازم ذهب بزاف لازم تكون خدام. واحد يقيم على العمر لقى واحد 80 هكا على حسابه. تما لا كان عنده دراهم تشرطوا بزاف؟ لا لا ولا كان عنده دراهم معليش. ولا ما كانش عنده دراهم معليش انا معاه. انت نهار تزوجتي شحال شرطوك؟ شرطه قليل 500,000. شرطه مهر غالي. شحال ابيبر الشرطه؟ والله جو سيبا اوكين ايدي 20-30. وإذا عندك مد وإذا ما عندكش ما تمدش ليسونسيال هني المرأة وخلاص.